أيا من يرتجي اسم المدارك بعلم الله منزله رفيعا خطى الشيطان تردك المهالك فلا تغدو له يوما تبيعا غدير الخير والبشرى كذلك لكل الناس تغمرهم جميعا ومن وحي الإله هنا نشارك ويبقى الخير للغير صنيعا على درب الهدى نلقى المسالك ونور الحق نبراسا بديعا نشيد بالتقى أرقى الممالك وخير الخلق للدنيا شفيعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم إخواني الأعزاء، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يكفينا وإياكم شر عدونا الشيطان الرجيم. إن الشيطان يريد منا أن نكون على أسوأ حال، وأن يجعلنا على حال رديئة جدا، ومما يريده الشيطان بنا أن نكون أعداء متباغضين، ليس بيننا المحبة الإيمانية، كما قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وكما قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومن هذا المنطلق يوقع الشيطان فيما بيننا الغضب عند تعامل بعضنا مع بعضنا الآخر، ليكون هذا من أسباب تسلطه علينا. فقد جاء في الحديث أن رجلين اختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتغير حال أحدهما فانتفخت أوداجه واحمرت عيناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ما لدي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب لله عز وجل بأن لا يجعل للشيطان عليه سبيلا فيما يتعلق بعلاقاته مع الآخرين، فلا يعتدي عليهم ابتداء ولا يسلب منهم شيئا من حقوقهم، وإذا أخطأوا عليه تقرب لله جل وعلا بالعفو والتجاوز عنهم، ليكون ذلك سدا لطريق عدونا الشيطان الذي يريد أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء. إن من طرائق الشيطان أن يحاول أن يفرق بين القرابة وبين الصداقة وبين أهل المودة، وأن يفرق بين الزوجين، فهذه طرائق عدونا الشيطان الرجيم. فهو يفرح إذا جاءه من الشياطين من فرق بين الزوجين، لأنه يريد أن تحل العداوة والبغضاء محل المحبة والألفة. لقد جاءنا ديننا القويم يرغبنا بأن تنتشر المحبة فيما بيننا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: المتحابون بجلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. إن الأخوة هي شأن أهل الإيمان، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فإذا كان الأمر كذلك كانوا حريصين على زرع المودة والمحبة فيما بينهم، ومن ثم لا يجد عدوهم الشيطان سبيلا لإيقاد نار العداوة والبغضاء فيما بينهم. إنه متى تحاب المسلمون تمنى كل منهم الخير لأخيه، وكانوا حينئذ
يعذر بعضهم بعضا فيتعاونون على ما يعود عليهم بالنفع والخير، بخلاف ما إذا استجابوا لعدوهم الشيطان الذي يزرع العداوة والبغضاء فيما بينهم. جعل الله الألفة والمحبة شعارا لنا في كل أمورنا، كما نسأله جل وعلا أن يبعد عنا البغضاء والعداوة، وأن يجعلنا ممن قال الله عز وجل: وألف بين قلوبكم، وأعاذنا الله جميعا من عدونا الشيطان الرجيم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيا من يرتجي اسم المدارك بعلم الله منزله رفيعا، خطى الشيطان تردك المهالك، فلا تغدو له يوما تبيعا. غدير الخير والبشرى كذلك لكل الناس تغمرهم جميعا، ومن وحي الإله هنا نشارك، ويبقى الخير للغير صنيعا. على درب الهدى نلقى المسالك، ونور الحق نبراسا بديعا، نشيد بالتقى أرقى الممالك، وخير الخلق للدنيا. شفيعاً